النشرة الرياضية المفصلة من الميادين. السلام عليكم. منتخب فلسطين يتطلع بقوة للتأهل إلى كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، مع أن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل بعض لاعبيه ويمنع سفر بعضهم، ومع ذلك عزز الفدائي وضعه بالتأهل إلى نصف نهائي كأس التحدي المقامة في المالديف حاليا. المنتخب الفلسطيني فاز على ميانمار متصدرة المجموعة الثانية بهدفين نظيفين لعبد الحميد أبو حبيب وأشرف نعمان. يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي الذي تقام مبارياته الثلاثاء المقبل. الفريق الفائز بلقب البطولة يحصل على بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا العام المقبل في أستراليا. ويلعب بطل كأس التحدي الآسيوي ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا اليابان حاملة اللقب والأردن والعراق. وليس بعيدا عن فلسطين، فإن منتخبها الأولمبي أحرز بطولته الدولية الثالثة والتي تحمل اسم من النكبة إلى الدولة، بطولة غاب عنها المنتخب العراقي بعد حجب تأشيرة الدخول عنه من قبل السلطات الإسرائيلية. نسرين سلمي. فاز الفدائي الفلسطيني ببطولة النكبة آملا أن يهز شباك بطولة العودة والتحرير في المستقبل القريب. بهدف من دون مقابل حسم المنتخب الأولمبي الفلسطيني المباراة النهائية مع شقيقه الأردني. هذه البطولة تحمل معاني كبيرة للشعب الفلسطيني لما لها من أبعاد يعني سياسية لهذه الذكرى الأليمة للشعب الفلسطيني. أحببنا أن نقدم شيء لهذا المنتخب وأن لهذا الشعب الفلسطيني وأن نفرحه، والحمد لله تحقق الحلم من خلال تحقيق هذه البطولة المتواضعة. البطولة نظمت للسنة الثالثة على التوالي بذكرى نكبة عام 48، ويسعى المشاركون فيها إلى توجيه رسالة سياسية ورياضية بأن للفلسطينيين الحق بالحرية والدولة والعودة إلى وطنهم. هذه البطولة الدولية بذكرى النكبة هي تجسيد للوحدة بين الشعب الأردني والشعب الفلسطيني ودعم معنوي بكل اتجاهاته. سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تمرر البطولة من دون أن تضع بصماتها العدوانية، فلم تمنح تأشيرات للمنتخب العراقي وحرمته المشاركة، فحضرت منتخبات الأردن وباكستان وسريلانكا. انحصرت مشاركة هذه الفرق هذه السنة على المنتخبات الأولمبية، طبعا أيضا كان في لها أيضا هدف رياضي لأنه في عندنا استحقاقات المنتخب الأولمبي الفلسطيني في الأسفلت الأولمبية الأولمبيات ريو دي جانيرو، فالفرق اللي شاركتنا في هذه المنتخبات الأولمبية لكل من الأردن وسريلانكا وباكستان، وكنا نتأمل أيضا حضور المنتخب العراقي لكن ساءت الظروف بسبب تأخير تصاريح الدخول إليه. التصرف الإسرائيلي لم يكن الأول من نوعه، سبق وتقدم الاتحاد الفلسطيني بشكوى إلى الفيفا بسبب منع سلطات الاحتلال لفرق عربية ودولية من المشاركة في مباريات مختلفة، بالإضافة إلى حرمانها اللاعبين الفلسطينيين من حرية التنقل والحركة واعتقال عدد منهم. نسرين سلمي، رام الله، الميادين. ليونيل ميسي ليس لديه مشكلة في الرحيل عن برشلونة إذا شككت فيه الجماهير، كلام قاله الأرجنتيني لدى وصوله إلى بلاده للانضمام إلى منتخب التانجو استعدادا للمونديال. البرغوث قال إن الجماهير أظهرت رد فعل سلبي لأنه لم يكن قد حدد مصيره بعد، أما الآن فاختلفت الأمور بعد اتفاقه الجديد مع إدارة البرسا. وعن منتخب بلاده وصف ميسي التشكيلة الحالية بالرائعة والقادرة على تحقيق اللقب، وما يحتاج إليه هو بعض الحظ الضروري في بطولة مثل كأس العالم. لويس إنريكي ثامن قائد في تاريخ برشلونة يشرف على تدريب الفريق. إدارة البلاوغرانا قدمت رسميا مديرها الفني الجديد في مؤتمر صحفي حاشد. إنريكي أكد أن ميسي سيكون بيضة القبان في التوليفة الجديدة للبلاوغرانا. قائد البرسا السابق تعهد بناء فريق باهر قادر على اعتلاء منصة التتويج وإعادة البهجة إلى إقليم كاتالونيا. قبل ثلاثة أيام على نهائي تشامبيونز ليج، مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي يؤكد جهوزية رونالدو وبيل ويشكك في مشاركة بيبي وبنزيما. لم يتمرن بيل مع الفريق، فضلنا أن يقوم ببعض التدريبات الخاصة في صالة الألعاب الرياضية. أعتقد أن بيل ورونالدو سيلعبان في المباراة وهذا جيد بالنسبة إلينا.
الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركة بنزيما وبيبي. لست متفائلا ولا متشائما بل واقعي. لدينا أيام قليلة ليتعافيا وسنتخذ قرارا ما في النهاية. الطبيبة السحرية آخر الخيارات أمام أتلتيكو مدريد لتسريع علاج دييغو كوستا للحاق بنهائي دوري الأبطال. الروخي بلانكوس أرسل مهاجمه الأول إلى العاصمة الصربية بلغراد لاستكمال تلقي علاج على يد ماريانا كوفاسوفيتش. الأخيرة ساعدت عددا من اللاعبين على التعافي من الإصابة بفترة أقل من المتوقع باستخدامها علاجا خاصا مستخرج من الأحصنة لمداواة الإصابات العضلية. إصابة كوستا تجددت خلال مواجهة برشلونة السبت الماضي في المرحلة الأخيرة من الليغا، وهو يجاهد للتعافي بسرعة ليلتحق بفريقه لمواجهة ريال مدريد يوم السبت في نهائي تشامبيونز ليغ. بالرغم من عدم تعافيه من الإصابة، سينضم الكولومبي رادامل فالكاو إلى منتخب بلاده المعسكر في بوينوس آيروس استعدادا للمونديال. بيان الاتحاد الكولومبي لم يكشف ما إذا كان مهاجم موناكو سينضم إلى التشكيلة النهائية. ترك القرار إلى ما بعد الفحوص الطبية النهائية. فالكاو تعرض لقطع في الرباط الصليبي في 22 من كانون الثاني يناير الماضي، وهي إصابة تحتاج من 6 أشهر إلى 8 للتعافي منها. فابريغاس يقترب من مانشستر يونايتد. لا خطر على المنتخب الكويتي في تايلاند، والتعاقدات تنظر بفتنة بين قطبي الكرة المصرية. وأخبار أخرى في جولة على الصحف مع عبد الرحمن عز الدين. شكرا لك يا عبير، السلام عليكم. مع تولي المدرب لويس فان جال قيادة مانشستر يونايتد انتشرت التكهنات عن صفقات كبيرة سيقدم عليها الشياطين الحمر. الصفقة الأقرب بحسب صحيفة سبورت الإسبانية ستكون سيسك فابريغاس، حيث سيقبل نادي برشلونة الاستغناء عن لاعب وسطه مقابل 55 مليون يورو. إلى الصحف العربية، وجاء في عكاظ السعودية قرار سامي في يدي بن مساعد، اتحاد القدم ظلم الزعيم. بالرغم من تأجيل إدارة الهلال بط مدرب الفريق سامي الجابر، توقعت الصحيفة إقالته خلال الأيام المقبلة على أن يكون المدرب الروماني لورينتو ريجي كامب الأقرب لخلافته. نبقى مع الصحف السعودية، وجاء في الشرق الأوسط، اعتبرت الفيلم الهندي وبطولة مغتصبة إساءة إعلامية، الانضباط تغرم رئيس النصر ونائب رئيس الهلال ب80 ألفا. في التفاصيل، فرضت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي غرامة قدرها 40 ألف ريال ضد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر بسبب إطلاقه عبارة الفيلم الهندي عقب مباراة فريقه أمام التعاون، وذلك في إشارة إلى المباراة التي كانت تجرى في الرياض بين الهلال والنهضة. الغرامة ذاتها فرضت على نائب رئيس نادي الهلال محمد الحميداني لكونه أساء إعلاميا إلى النصر بقولها أن بطولة الدوري اغتصبت لمصلحة النصر. إلى الكويت، حيث عنونت السياسة المسعود، تلقينا تطمينات من سفارتنا في بانكوك، الاضطرابات تلقي بظلالها على معسكر الأزرق في تايلاند. أكد مدير المنتخب الكويتي إبراهيم مسعود أن معسكر الأزرق في بانكوك لن يلغى بالرغم من الأحداث التي تشهدها تايلاند وإعلان حالة الطوارئ فيها. وأكد مسعود أن المنطقة التي سيتوجه إليها وفد المنتخب تبدو آمنة وبعيدة عن الاضطرابات. نختم مع المصري اليوم، وعنونت حرب الصفقات تجدد الفتنة بين قطبي الكرة. واصل قطبا الكرة المصرية صراعهما لخطف أبرز اللاعبين. اللافت أن هذا الصراع على الصفقات انتقل إلى الجماهير على صفحات التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، لتظهر ساحة جديدة من المعارك الجانبية الخاسر فيها الرياضة المصرية. وبحسب صحيفة المصري اليوم، وصلنا لختام هذه الجولة الصحفية. نعود وإياكم إلى عبير. شكرا عبد. بعد الهاجسين التنظيمي والأمني، تحد جديد ينتظر ملف استضافة مونديال البرازيل. 3 من المدن المستضيفة للعرس الكروي عرضة لانتشار مرض فيروسي معدن. مجلة The Lancet الطبية الإنجليزية نشرت تحذيرا من انتشار وباء حمى الدنج. وبحسب ما ورد في عددها الأخير، فإن 5% من المصابين تعرضوا للسعة بعوضة وتناقلوا المرض، ويمكن لهذه العدوى أن تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة. ووفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإن عدد المصابين بالحمى عالميا يراوح بين 50 مليونا و 100 مليون، وهي منتشرة في 100 دولة ولا علاج لها سوى بالقضاء على مكان انتشار البعوض.
نبقى مع أخبار المونديال، حيث أعلنت السلطات البرازيلية نشر 20,000 شرطي وعسكري في ريو دي جانيرو لتأمين البطولة. مفوض الشرطة البرازيلية أعلن وضع 4 سيناريوهات للحالات الطارئة، تتضمن خططا لمواكبة التظاهرات والاضطرابات أو الإضرابات والتهديدات الكيميائية والبيولوجية والنووية، فضلا عن الطوارئ الطبية في ملعب ماراكانا المونديالي. وستكون الشرطة مسؤولة عن مراقبة المستمرة للمناطق السياحية والمنطقة الخارجية المحيطة باستاد ماراكانا، إضافة إلى تأمين معسكرات التدريب ومقار إقامة اللاعبين. وفي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، سريعا أعاد ميامي هيت سلسلة نهائي المنطقة الشرقية في النقطة الصفر مع مضيف أنديانا بيسرز. الملك ليبرون جيمس سجل 22 نقطة، 6 منها متتالية في الربع الأخير، قاد بها ميامي إلى معادلة السلسلة بانتصار لكلا الفريقين. برغم الخسارة شهدت صفوف أنديانا تألق لانس ستيفنس، فسجل 25 نقطة والتقط 6 متابعات ومرر 7 كرات حاسمة. السلسلة بين الفريقين ستستكمل السبت، حيث تقام المباراة الثالثة على أرض ميامي. More LeBron. That's just too easy. At 22.6 assists, 7 rebounds, 3 blocks. هكذا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية النشرة الرياضية المفصلة. لمزيد من أخبارنا دائما الميادين.net. شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.